السلام عليكم. كثير ما تعطل المروحة، يعني تيجي عز الظهر ولا تلقى المروحة مجيمة خربانة ما في هواء تحت. فاليوم راح أصلح المروحة، مو هذه، في مكيف عندي فوق، فالله المستعان، لأن فنين لعبوا فيني ثلاث مرات يلعبون بالمروحة ما تقعد شهر شهرين وترد تخرب. فاليوم أنا بصلحها بنفسي ونشوف. ها الله يستر. شيء قبل لا تشتغل بأي كهرباء ولا شيء، افصل التوماتيك على طول وتشوف وين كهربته نازلة مني، يعني تفتحه على طول للتوماتيك وتفصله. عقب ما تفصله على طول تشتغل بالمروحة، تفك براغيها اللي شفتوها تحت. عقب ما تفك براغيها تشوف الواير، هذا الواير الحين، شوف الواير هذا نازل تحت، تشوفه وين واصل. فعندي الواير هني وين واصل، هذا هو تشوفونه، هذا الأسود، فأمشي معاه 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 لين واصل هني. فتشيك دائما على شنو فيوزاته، هذه فيوزاته. شوف هني عندك أول شيء الأزرق، بعدين البني، بعدين الأسود، والإيرث هني الإيرث. فذين الحين راح نفكهم ونطلع الواير ونفك المروحة، شيلها. يلا بسم الله. فكينا المروحة، وحاول تفك المروحة مع الشبك، لا تفصلها عن الشبك، خذها وهي وشبكها. الحين عاد أقول لكم وين تودونها. مكان محلات اللي هي المراوح، تشوفون هذه الشركة الأهلية قطع الغيار، الدخل اللي بعدها شارع الزين إذا تعرفونه. بعد ما تدش على طول أول دخلة يسار، أول دخلة يسار. شوف هذا شارع الزين، تكمل. كل أنا جاي مبكر اليوم قبل الزحمة، بعد شوي بطلع كل المحلات. أول دخلة يسار، هني كل هالمحلات، شوف هني كلها تصليح اللي هو البوبرنجات. شوف عندك يسار هني قدام. بعد الفحص طلع عندي خربان بوبرنج وش اسمه العمود الداخل. كم محمد هذا آخر شيء؟ 70 دينار. آخر شيء 70 دينار، ها، ويأخذون علينا 40 دينار. أوكي يلا يعطيك العافية. اللي يقول لي ابو عبد الله شلك بعور الراس وهذا، انا يا جماعه ترى ما في اسهل منها، اعطي 20 30 دينار جيب لي فني وخلصها. بس هذه ثالث مره يعني يستغفلون الفنيين ويلعبون علينا، ولا لما نعطيهم هم ما ينجزون العمل بالطريقه الصحيحه، يلعب عليك. فخلاص لمتى احنا مستغفلين؟ لازم نتخذ قرار.